أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر من اللحم، لحم الغنم أو الدجاج؟ لا، هذا الرسول ما فرضها في اللحم، فرضها في الصاع، يعني صاع لحم ما انتهت هذا، صاع فيما يكال، صاع مما يكال. نعم، لكن لو قدر بلد قوته على اللحم ما فيه أطعمة ولا فيه شيء إلا على اللحم، عن هذا نادر، يخرجون مما يأكلون مما يطعمون. نعم.